يا مصر وهتعلي يا مصر. انا النهارده مشارك بلوحتين صورتين، الصورتين عامل فيهم مشترك ان هم في بورسعيد ووقت شروق الشمس وغروب الشمس. اول واحده دي بتظهر شغل رجال الرباط والانوار عندنا وهم بيربطوا السفينه على المرسى. تاني صوره لمجموعه شباب بيمارسوا رياضه التأديف عن طريق المركب الصغيره اللي هي الكياك. طبعا ده مشهوره الرياضه دي عندنا عشان النادي التأديف عندنا ليه مساحه كبيره وقاعده كبيره من المشاركه في رياضه التأديف.